السلام عليكم حبايبي اهلا بيكم معاكم مس مروه من قناه ميس مروه النهارده ان شاء الله اهم فيديو في القناه وهو بعنوان هاو تو ريد انجلش يعني ازاي انا اقدر اقرا انجلش طيب هنبدا بايه اول حاجه عايزين نعرفها ان انجلش يعني في اللغه الانجليزيه وي هاف 26 letters يعني انا عندي 26 حرف في اللغة الإنجليزية طيب بينقسموا جزئين في فايف منهم في خمسة منهم أنا بسميهم الفاولز أخدناها قبل كده الفاولز وفي 21 كونسوننت يعني الحروف الساكنة هقولها بالراحة واحدة واحدة أنا في اللغة الإنجليزية عندي ستة وعشرين حرف 26 letters أوكي في خمسة منهم اسمهم فاولز ليه اسمهم فاولز اللي هي الحروف الشائية طيب ليه خدناهم على جنب لان احنا عندنا الفاولز في الانجليش زي كده في العربي الفتحه والكسره والضمه اسمهم فاولز وبقيه الحروف اللي هم 21 letters consonant يعني حرف ساكن هنبدا بالجزء الاولاني اللي هي الفاولز احنا قلنا ان الفاولز فايف وتعلمنا اللي احنا بنرسمهم على الفيس عشان ما ننساهمش يبقى لما اقولك ايه هي الفاولز هتقولوا او اي اي يو اجين الفاولز او اي اي يو برافو عليكم طيب احنا دلوقتي هنعرف اسم الحرف والساوند بتاعه احنا قلنا قبل كده ايه الفرق بين اسم الحرف والساوند بتاعه اسمه يعني ده اسمه letter A يعني حرف الإيه حرف الإيه هو اسمه A الساوند بتاعه يعني صوته صوته اللي انا بسمعه تمام ال letter A اسمه A الساوند بتاعه A اي ا آه آه بفتح بقي وانا بقولها اي ا آه تمام عندي الفاول اللي بعديه اي حرف الاي نطقه ايه اي ايه اي ايه اجين إيه آه ا اي ا آه بفتح بقي اي ا اه بخطفها كده اي اه اي اه إيه 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 لدر اي الحرف اللي بعديه اللي هو حرف الاي نطقه اه نطقه اه بكسره شوية عن الاي ما تتلخبطوش بين الاي والاي الاي بفتح بقي شوية بخطفها كده إيه اه 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 انما الاي بكسر النطق شوية اه اه تمام؟ بعد كده عندي حرف ال او نطقه او 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 بضم بقي شوية يبقى بقي كده شبه رقم خمسة يعني بيبقى مضموم شوية بعد كده عندي حرف اليو نطقه اه نطقه اه نطقه اه تمام هقول تاني عشان ما نتلخبطش هقول الليدر وهقول الساوند بتاعه ايه

طب اقولكوا على حاجه ما تيجي نقول الساوند بس خلاص احنا عرفنا اسمهم الاي والاي e والاي والاو واليو انا هقول المره دي عشان تقولوا ورايا تمام ا ا أ, ا بفتح بقي اه 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 بخطفها تبقى سريعه كده الاي نطقها ايه ايه تحس ان هي مكسوره شويه الاو اه اه بضم بقي شويه اليو اه 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 بيبقى بقي مفتوح تمام انا لغايه كده مش عايزه منكم غير تعرفوا ان الفاولز فايف خمس حروف ايه هما الاو والاي والاي e واليو e طيب احنا عايزين نطبق على الساوند اللي احنا سمعناه، احنا قلنا إن ده حرف الـA نطقه أ نطقه أ بفتح بقي طيب عندي زي إيه؟ قلنا ده الساوند بتاعه أ زي كلمة أبل 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 قلنا أ أ في بداية الكلمة احنا فتحنا بقنا قلنا أ أ أبل أ أبل يبقى a apple a apple نمبر 2 عندنا كلمة a and a a and فتحت بقي في بداية نطق الكلمة a أه يبقى عندي a apple a and يبقى ال a أه نطقها a a a a a نمبر 2 عندي letter e letter E نطقه إيه يبقى قلنا letter E نطقه الساوند بتاعه إيه إيه عندي كلمة elephant في بداية الكلمة قلت إيه إيه elephant إيه إيه elephant number two إيه إيه قلبه إيه إيه قلبه قلبه اللي هو كوعي يبقى إيه إيه elephant إيه إيه elbow ا أه ابل. أنت أه انت. اه اه. elephant elbow يا رب تكونوا بتقولوا ورايا قلنا الساوند بتاع الاي اه اه اكني بتكل تحت اكنها زي الكسره بكسرها شويه اه اه انك اه اه انك بكسر بدايه الكلمه انك اه اه انك ايه ايه انسكت 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 تتلخبطوش بين الساوند بتاع الاي والساوند بتاع الاي الاي بفتحها شويه وبخطفها ايه ايه أليفن. ايه ايه إنك. يا رب تكونوا لغاية كده فاهمين انا مش طالبة منكم غير تمشوا معايا خطوة خطوة وبعد كده اي كلمة هتلاقوها لوحدكم طالما أنتم جمعتوا الساوندز اوف ذا ليترز اصوات الحروف هتجمعوها جنب بعض كده وهتلاقوا خلاص الكلمة بتنطق نفسها بس ركزوا معايا شوية تمام كده بعديها عندي حرف الاو قلنا الاو الساوند بتاعه او الساوند بتاعه او او اورنج او او اورنج او او اكتبوس او او أوكتوبوس يعني بضم بقي شويه او او اورنج او او اوكتوبوس بعديها عندي حرف اليو قلنا الساوند بتاع حرف اليو اسمه اه اسمه اه اه امبريلا اه امبريلا اه اب اه امبريلا اه أجينا اقولها لكم مره كمان قبل ما امشي من الفاولز واروح عند الكونسونانتس نقولها مره كمان عشان تقولوا ورايا قلنا ان الفاولز five letters ايه هما الاي والاي -E والاي والاو واليو واسمها الحروف الشقية علشان هي بمثابة التشكيل زي التشكيل كده في اللغة العربية يعني زي الفتحة بفتح بقي زي الكسرة بكسر بقي زي اللي هي الضمة في العربي إن أنا بضم بقي، طيب هناخد كل ساوند بالـ بتاعته بالكلمات الأمثلة عليه آ آ apple آ آ ant إ إ elephant إ إه إ إه البو إ إيه إ إيه إنك إ إ إ أنسكت أه أه أورنج أه أه أكتبوس أه أه أمبريلا أه أه أب لغاية هنا وتمام ننقل بقى على الجزء بتاع الكونسونت اللي هي الحروف الساكنة هنبدأ بس مع بعض نقرأ كل لدر نقرأ كل حرف وتقولوا معايا الساوند بتاعه قولوا معايا انتوا اكيد عارفين هتقولوا الساوند بتاع لتر بي ب بي ب سي ك سي ك دي د دي د اف ف اف ف جي ج جي ج إتش ها إتش ها جي جه جي جه كي كه كي كه بطلع كده اهو من بقي كي كه إل له إل له إم م م إن ن إن ن ी प प्यू क्व क्यू क्व आर अर आर अर T ची -t, T -t. V व V व خلي بالكو عشان في ولاد كتير بتتلخبط بين الساوند بتاع الاف والساوند بتاع الفي الساوند بتاع الاف بقول ف ف انما الساوند بتاع الفي بقول ف ف تمام دبليو و دبليو و اكس اكس اكس, اكس, اكس. واي ي واي زد زد, زد زه. تمام كده حبايبي نيجي بعد كده للاكزامبلز يعني احنا كده عرفنا كل الساوند بتاع الحروف يعني عرفنا صوت كل الحروف طب احنا بقى عايزين نطبق كده ان احنا لما يجي آه كلمة على بعضها ونطلع الساوند بتاعتها الأصوات بتاعتها وننطلع على بعض مرة واحدة وليكن نمبر وان عندي كلمة أنا مش هقول هسيبكم تستهجوا معايا لدر لتر يعني نستهج حرف حرف قلنا الصوت بتاع الاف ف ف, ف. نبدأ على طول خلاص ما نقولش اسم الحرف احنا عارفينه ف قلنا الإيه نطقها أ ف أ ت ت تبقى فات فات ويا حبايبي عايزه اقول لكم حاجه احنا بنقرا الانجليش من الشمال لليمين يعني ببدا من الحرف اللي على شمالي وبمشي العكس عكس العربي العربي احنا بنقرا من اليمين للشمال انما في الانجليش احنا بنبدا نطق الكلمه من الشمال من الحرف اللي على الشمال وبمشي كده هيبقى عندي كلمة فات كلمة فات نمبر تو قلنا السي نطقها ك السي نطقها ك وقلنا ا اه يبقى انا عندي ك ا اه ت هتبقى كات هتبقى كات برافو عليكم نمبر ثري عندي كلمة أنا بديكوا فرصة أهو م أ ن م أ ن مان تبقى مان مان نمبر فور عندي كلمة قولنا الساوند بتاع لتر تي ت ت وقلنا ان الفاول او نطقه او اه يبقى تو او او با تب تب تمام كده حبايبي في اي صعوبة يبقى احنا الكلمة هنقراها من الشمال لليمين ومجرد بس ان انا بسمع او بجي يعني بركب الساوندز بتاعة اللترز يعني الساوندز بتاعة الحروف اهم حاجة قبل الخطوة اللي انا بقولها دي ان احنا كلنا نبقى عارفين الساوند بتاعت يعني وانس اللي احنا عرفنا كل حرف صوته ازاي يبقى ان شاء الله مفيش كلمة هتقف معانا مش عايزة اطول عليكم الفيديو بس بما اننا اتكلمنا عن الفاولز عشان احنا قلنا ان كل ليدر بيقول الساوند بتاعه بقول الساوند بتاعه في بس جزء صغير عايزة اقوله ان لما بتبقى فيه كلمة فيها تو فاولز وليكن كلمه مش عايزه انطقها عشان تنطقوها معايا الكلمه دي مثلا فيها كام فاول برافو عليكم تو ايه هما نمبر ون الايه ونمبر تو الاي طيب يا ميس مروه انا برضو مش عايزه اعممها لان هي تسعين في الميه من اللي انا بقوله ده بيحصل مش عايزه اديكوا الشواذ دلوقتي ما ملخبطكوش لما يكون عندي كلمه فيها تو فاولز يعني حرفين متحركين هنا زي عندي الأيه والإي -E. احفظوا معايا الجمله دي الأول بيقول اسمه الأول بيقول اسمه مش صوته والتاني أنا مش شايفاه يبقى الأول بيقول اسمه والتاني أنا مش شايفاه طب يا ميس مروة يعني ايه اسمه؟ يعني ايه انا انطق اسمه؟ يعني هو اسمه ايه انطقه ايه تمام منطقهوش اه، اه ده الساوند بتاعه، لا انا مش عايزه الساوند بتاعه انا عايزه اسمه هو اسمه ايه يتنطق ايه؟ طب احنا عايزين نجمع الكلمة مع بعض عندي ج ج والايه هنطقها ايه ج ايه ما وهقف لغاية كده مش هنطق الفاول اللي بيجي التاني واحد في الكلمة هنمشي مع بعض واحدة واحدة هتبقى جيم 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 هل انا قلت الاي لا ما قلتهاش لان انا عندي كام فاول في الكلمة تو هديكم مثال تاني ننطقها مع بعض الكلمة دي فيها كام فاول تو إيه هما حبايبي الإي والإيه؟ إحفظوا معايا الأول بيقول اسمه والتاني أنا مش شايفاه، الأول بيقول اسمه والتاني أنا مش شايفاه طيب هي الإي إسمها إي لكن الساوند بتاعها إيه؟ أنا مش عايزة الساوند أنا عايزة إسمها إسمها إي طب الإيه أنا هنطقها؟ لأ لإن أنا بقول الأول بيقول اسمه والتاني أنا مش شايفاه يعني مش هنطقه يبقى عندي كلمة ليف ليف اللي هي ورقة الشجر ليف ل ايف ليف ليف, ليف. إكزامبل تاني وليكن عندي كلمة ننطقها مع بعض الكلمه دي حبايبي فيها كام فاول تو برافو عليكم الاي والاي -E. هقول ايه بقى الاول بيقول اسمه والتاني انا مش شايفاه ن اي م نيم 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 ما قلتش ا آه. انا قلت إيه نيم ما قلتش الساوند بتاعها انا قلت اسم الحرف اسمه اي تمام اكزامبل كمان نقرا الكلمه دي مع بعض عندي الكلمه دي فيها كام فاول تو ايه هما الاي والاي -E. اقول لنفسي ايه الاول بيقول اسمه والتاني انا مش شايفاه الاول بيقول اسمه والتاني انا مش شايفاه طب الاي اسمها اسمها اي الاي اسمها I. يبقى الساوند الاول عندي ب اي ك ب اي ك بايك 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 يعني دراجة يبقى الجزء ده حبايبي عايزة أعرفكوا ان لما يكون عندي كلمة فيها تو فاولز بعمل عليهم سيركل وبقول بيني وبين نفسي الاول بيقول اسمه والتاني انا مش شايفاه وبنطق اسم الحرف مش الساوند بتاعه خليكم مركزين في الجزئية دي حلو قوي مش عايزة اكتر على الجزء ده عايزة أديكم فرصة تركزوا على الساوند بتاعت الليدرز اللي هي اصوات الحروف وتبدأوا تقروا كلمات خفيفة اللي هي من ثلاث حروف من اربع حروف وتخلي بالكم من الكلمة اللي بيكون فيها تو فاول تو فاول بقول الاول بيقول اسمه والتاني انا مش شايفاه وان شاء الله في تكمله لسلسله القراءه دي بس هنمشي فيها واحده واحده وتابعوني يا حبايبي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واشكركم واشوفكم في فيديو جديد